ما تتعبيش نفسك يا نوال، انا هقوم اساعدك. والنبي ابدا، ده انت ست الهوانم. الله، عشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى اللي اسمها كوريا، هي كانت بتعاملك ازاي وانا بعاملك ازاي. ميرسي. انا هدخل استخبى جوه. طب يا اختي عزوز. صباح المساء على نجمة مصر الأولى وفاتنة الجماهير. أهلا يا أخويا، أمورني. الله الله الله، من على الباب كده يا ناني؟ مفيش، اتفضل يا زيزو. لا مؤاخذة يا زيزو، ما أنت عارف يا أخويا حرمة وقاعدة لوحدي، يعني ما أقدرش أدخل رجالة. الله الله، هم فين الرجالة دول؟ ده أنا زيزو. ما تأخذنيش يا زيزو. الله 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 الله، الطبق طبقين والكوباية اتنين وكل الأحبة اتنين اتنين. ده احنا واضح ان عندنا ضيوف بقى. ضيوف مين يا اخويا؟ ده انا كنت بحضر اكل. الله، خدوهم بالصوت. ما نجيب الشقة وادفع واكلف واصرف وغير يجي الضيف. لا يا حبيبتي، الكلام ده ما يكونش عيش معايا يا ناني. اوعى من وشي، خلينا نشوف من جوه. يلا اوعى، تعالى هنا يا راجلين. بقول لك اوعى من وشي، خلينا نشوف من اللي جوه. ايه نوال؟ الله الله الله، ودي تطلع مين دي بقى ان شاء الله؟ انا بنت خالتها. وبعدين انت ازاي تسمح لنفسك تتهجم علينا واحنا ستات لوحدنا؟ ما تقولي لها اللي قاعدين لوحديكوا يا حلوه. انا بقى مين؟ لا مين ولا الملامين يا اخويا، مش كل الطير يا حبيبي. انا راقصه بس بشرفي، اوعى تكون فاكرني منيها ما هتاخد لي الشقه وتقدر تتنطط لي بقى فيها كل شويه. لا يا حبيبي، وبعد العامله دي فايتلك الشقه على المحل على اي حاجه تيجي من وشك. ويلا بقى وريني لا مؤاخذه عرض كتافك. الله الله الله، ايه يا ناني؟ جرى ايه يا حبيبتي؟ ليه بس الزرزره دي وليه العصبيه دي؟ استهدي بالله يا جميل شويه. الله، يلا يا اخويا. يا حبيبتي اهدي بس، انا هنزل اهو لينا كباري اللي بقى، قصدي لينا بيتي. يلا. طب ما تهدي يا ناني. الله، قلت لك اهدي مش كده. مع السلامه. جات كل هم صنف منيل الا ما فيكوا واحد عادل. يا اختي انت قاعده مكتومه كتمه الكحك ليه؟ هو انا ناقصه هم يا ربي؟ بس يا ولي، بس خلاصي، بس يا مامو نقهر. انا بقرقص عليكي. مالك يا اما؟ امال بس خالدي سندس يا اما. قول لامك تسكت، قول لها تسكت لحسن بعدين افشفش دماغ اللي جابوها. بقول لكم ايه، انا مش عارف انام لكم ولا ايه؟ ايه اللي بتلعبي بقك فيه ده؟ خلي لعبي بقك انت كمان. لا خلص خلاص، ما عادش فيه. بقول لكم ايه، انا صدعت اخش انام جوه. ايه الصداع اللي انا فيه ده؟ ايه يا ولد انت؟ ايه اللي مقعدك في وسط النسوان؟ الله، نمت عليك حيطه يا بعيد. يا باي عليكم انتوا الاثنين. قلت لك يا ابن الفقريه نمشي من هنا، من بكره الصبح تجيب لي شقه يا ولا. انا عمري مش بعت يا ولا. يا خرابي يا خرابي. خلاص خلاص يا ولا، يا خرابي يا خرابي. بكره اجيب لك شقه في الفرن في سيزيز ومبلا بتاع. سلام يا يا رب يعيط عليكي. بتضحكي عليا يا ولا ايه؟ يا رب تموتي. عشان خاطر يا ابو طالب دي، كوريا دي بنت غلبانه، ضيعت قبل كده سنه من عمرها في السجن في قضيه ملهاش لازمه. ولا يعني عشان طلعت جدع مع الست هايدي بنت سيادتك تقوم تترمي في الحج مع القطاعين الطرق والحرمية؟ ربنا يخليك ويطولنا في عمرك، دي بنت غلبان. يا اسطى شكري، ما تخافش، كوريا ما عليهاش أي حاجة. أنا هبعت لها محامي النهاردة يطلعها. تلاقي الضابط بس كان بيضغط عليها شوية عشان تعترف بمكان هايدي، وبعدين هو ما قبضش على هايدي عندها عشان يثبت إنها كانت تتستر عليه. ما خلاص بقى يا عم شكري، خلاص يا عم شكري، قال لك ما عليهاش حاجة يا عم شكري. يا باشا مهندس، دول مش مستنيين يثبتوا حالة، دي ناس يدها طايلة. أنا كل اللي مضايقني دلوقتي كوريا بنت اختي، زمانها قاعده كيف الطفله صغيره مزعوره في وسط عتاويل الاجرام. بقى انتوا بتتكتلوا عليا روح خالتك منك ليها؟ بقول لكم ايه، اللي فيكوا راحه سجن القناطر تبقى تسال عليا هناك، تقول كوريا ابقاط وهم عرفوها كويس انا مين. واللي فيكم مش راحه، اول ما تخرج من هنا وتدوس على اسفلتك كده اهو تبقى تتشاهد ان ربنا نجاها من تحت ايدي. كاتكوا ستشنين. كوريا عبد العاط. نعم. تعال. ماشي، انا خارجه اتمم على الاسم وراجعه لكم تاني. لو لقيت واحده بس لفت وشها كده هو ولا قعدت هشقلب، هخلي ايديها تحت كده ورجليها فوق. ماشي، جت كل قرف. بعتين لك محامي اللي معاه ربنا قلبه مرتاح يا باشا. لو عايز احبسك وارحلك على النيابه دلوقتي هحبسك،
والنيابه بقى تبقى تتصرف في موضوع التستر ده. لكن انا هخرجك دلوقتي واعتبر اللي حصل ده قرصة ود. لكن لو ما جيتليش من نفسك وقلتلي هايدي فين لمصلحتها ولمصلحتك، اقسم لك بالله لاكون قابض عليها ومرحلكم انتوا الاثنين في كلبش واحد. ونعم بالله يا باشا. شكرين. الف شكر يا فندم. السلام عليكم. يا باشا انا راقبت الحاره كلها واتقصت. هيدا ابو طالب عامله نفسها راجعه من الخليج واسمها جمالات، وانها بنت خالد بنت كوافير اسمها كوريا، وهيدا لما مؤاخذه كانت فاتحه يعني محل قمصان لوم وحاجات زي كده يا باشا، وعلاء بيه اللي كان بيحميها. بس يا باشا كانت مشيبه رجاله المنطقه كلهم، معلمين وسواقين تكاتك وجزارين، حتى شيخ الجامع كان عايز يتجوزها. ومين لسه على اتصال بيها؟ اكيد علاء بيه، عشان كده قبض على البنت كوريا وحبسها، خايف لطرطش بالكلام وحد يعرف مكان هايدي بعد ما هربها من المنطقه. طب اتكل انت على الله ارجع هناك وتبلغني اول ما اللي اسمها كوريا دي تخرج. توجيهات سعادتك اوامر يا باشا. ماشي علاء. ايوه دكتور نادر. بقول لحضرتك ايه؟ انا مكسوفه منك جدا يا نوال، يعني انت النهارده ما نزلتيش الشغل بسببي، وكمان عملت لك مشاكل وقلق كتير. يا اختي راحه، وانا عملت الصح مع عزوز عشان اكهربه، وبعدين انا حالفه اعمل لك الخد ده زاد والخد ده ميه، عشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى ولا تتعاشر اللي اسمها كوريا. حرام عليكي، كوريا دي جدعه وطيبه، وانت برضو شكلك جدعه وطيبه. يعني انا حاسه ان انتوا لولا المشاكل الصغيره اللي كانت ما بينكم بتاعه الشقه وابراهيم كان زمانكم بقيتوا اعز اصحاب. اصحاب مين يا ست؟ ده لو القط ولف على الفار انا وهي لمؤاخذه لا يمكن نولف على بعض ابدا. طب انا كنت عايزه اطلب منك يعني طلب صغير. يا اختي اموري. ينفع يعني استعمل موبايلك؟ لازم اكلم بابي. ياخدي اتفضلي يا اختي اتفضلي. ميرسي. بصي هو انا معايا موبايل بس ما ينفعش اتكلم من الخط اللي فيه، لازم اجيب خط جديد. يا اختي انزل اشتري لك، هو موال بس استخدمي ده يا اختي براحتك. ميرسي. بابي حبيبي يا بابي وحشتني جدا جدا جدا. اهلا يا هايدي. اهلا حبيبتي السيد، وحشاني موت. انا نفسي اجي ابص عليك. بلاش زيارات يا بابي، يعني اصلا مش عايزه اضايق نوال. تضايقيني ده ايه يا اختي؟ ده بيتك ومطرحك، تجيبي فيه اللي انت عايزاه. متشكره ميرسي. يا بابي. نادر مخلي باله من كل حاجه وعامل شغل في القضيه، بس الواد الظابط ده اللي اسمه علاء طلع مش كويس. صوري قبض على كوريا. ايه؟ انت بتقول ايه؟ قبض على كوريا؟ بس طلعناها. بنت غلبانه وجدعه قوي ما جابتش سيره اي حاجه عنك. حبيبتي يا كوريا وحشاني قوي، نفسي اشوفها هي وسندس. طب بص يا بابي، انا عايزه دينا تجيلي هنا وتجيبلي معاها هدوم جديده، وتجيبلي كمان ايباد بدل اللي اتحرق في المحل ده. حاضر. طب هو عامل ايه؟ هو مين؟ علاء. تاني علاء؟ قلبك ده كده على طول ماشي بيكي غلط، مش عارف اعمل ايه. ربنا بنتي يبعده عنك وما يوقعكيش في حد وحش تاني ابدا. تعال تعال يا معلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابراهيم. ازيك يا حاج عرفه؟ الحمد لله. ده المعلم سلومه جارنا حاج عرفه، بسم الله ما شاء الله باني 20 عماره ومشارك على قدهم. يا اهلا وسهلا، هات كراسي يا ولد واعمل شاي. بسم الله ما شاء الله. انا بعز الراجل اللي في العقارات بالظبط زيه زي الراجل اللي ليه في الستات. خير يا ابراهيم؟ خير ان شاء الله يا حاج. المعلم كان معاه 100,000 جنيه، كان عايز يخش معاك بيهم في العماره دي. يعني ياخد شقه بيهم ولا ايه؟ لا شقه ايه؟ هو كان عايز يخش في فلوس البونة والحاجات دي ويبقى يطلع له بمصلحه وقت بيع الشقه. 100,000 ايه اللي يخش بيهم دول؟ هو لعب عيال؟ انا اقل مبلغ بشارك بيه 500,000. صل على النبي بس يا حاج. الله، اعتبر ال 100,000 جنيه دول عربون محبه، وان شاء الله يبقى في شغل تاني والفلوس تزيد. احنا هنروح من بعض فين؟ يا ريت والله. لو عاوز شقه هات ال 100,000 اللي معاك وانا قصت لك الباقي. يعني داخل الكلام يا معلم؟ داخل الكلام عندك. طب معلش بقى معلم سلومه، يعني خيرها في غيرها ان شاء الله، الزهر مفيش نصيب. يلا السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عارف هيما؟ لو العماره دي طلعت 11 دور
هتتكلف بالأرض في حوالي 1,200,000 وهيبيعهم ب3,000,000 وأنا لو خشيت ب100,000 إن شاء الله هطلع ب200,000 في كذا يوم. خلاص بقى خيرها بغيرها يا معلم، مالكش نصيب مالكش. اقرص عليه شوية يمكن يوافق، ساعتها هديلك الخمس بواكي اللي لازمينك. لا هو مش هيوافق، أنا عارفه. لا مش هيوافق عشان خاطر بس